تأهل. واحنا معنا على الهاتف دكتور ياسر أيوب رئيس المنظومة الإعلامية بالنادي الأهلي. مساء الخير يا دكتور وألف مبروك. الله يبارك فيك يا أستاذ فاروق، الله يبارك لكل الأهلاوية، كل أبناء النادي الأهلي. عودة تاريخية من تونس، النادي الأهلي يحقق التاريخ مرة أخرى، يكتب التاريخ، كومباك صراحة ولا أجمل من كده. تأخر حتى في تونس بهدف، ثم النادي الأهلي يعود ويسجل هدفين ويصعد للدور قبل النهائي. هو حضرتك، أنا يعني أنا بكرة في نفس اليوم كاتب العمود بتاعي وحطيت له عنوان يلخص الحكاية كلها. قلت لا تبحثوا عن عنوان، إنه الأهلي. نعم. يعني هو ده الأهلي، يعني ومش الماتش اللي فات بس. في أوقات كثيرة جدا النادي الأهلي بجماهيره بإدارته بلاعبيه بمدربيه بمسؤوليه دايما بيدي الآخرين هذا الدرس المهم، إنه الأمل، الإصرار، العناد، القتال من أجل الحقوق حتى آخر لحظة. نعم. هو ده الأهلي. صراحة دكتور إصرار اللعيبة كان مهم، العزيمة، حتى طريقة اللعب اللي الكابتن حسام البدري غيرها في الشوط الثاني، كل ده أعطى النادي الأهلي الأفضلية. حتى اللاعب المحترف التونسي علي معلول تحس وهو في داخل اللقاء، على الرغم من الخطأ في الهدف الأولاني اللي دخل من ضربة جزاء، ولكنه عاد مرة أخرى بروح وعزيمة الفانلة الحمراء وصنع هدف وأحرز هدف. أنا عايز أقول لك يا أستاذ فاروق إن أنا بقيت أتوقف أمام أمور في منتهى الغرابة. يعني على سبيل المثال التشكيك في قدرات وإمكانات كابتن حسام البدري. نعم. المدرب الذي قاد النادي الأهلي هذا الموسم بالفوز بالدوري دون هزيمة، ثم الفوز بالكأس، ثم الوصول إلى قبل النهائي الأفريقي، وإن شاء الله ياخذ دوري الأبطال الأفريقي بإذن الله. إيه هو سلوك حساب المدربين في عرف من يهاجمون طول الوقت أو ينتقدون طول الوقت؟ يعني ماذا يعني أطلب من أي مدرب في العالم غير كده؟ طيب. وإذا افترضنا أنه مدرب فاز ببطولة أو مباراة بالحظ بالصدفة بضعف المنافس، فهل ده يدوم في كل هذا المشوار؟ أعتقد لا. الحاجة الثانية، بعض الناس للأسف الشديد جدا طلعت قالت أن كابتن شريف إكرامي كان بيتعمد الخطأ في المباراة هنا علشان هو ضد الإدارة. وأنا الحقيقة مش قادر أفهم اللي بيحب الأهلي أو اللي بينتمي للأهلي أو دي رسالة تفكيك يا دكتور، رسالة تفكيك دي مش رسالة نقد حتى. يعني أولا أنا متأكد أن كل أبناء الأهلي دون استثناء المفترض أن هم لا علاقة بالانتخابات ولا علاقة بأي خلافات لما يكون الفريق الأهلي بيلعب. نعم. نبقى كلنا ورا الأهلي، أو ده اللي اتعلمناه في النادي الأهلي. واللاعب الثالث كان علي معلول، بدأ بعض الناس بسمع وأرى تعليقات أثناء الشوط الأول إن هو تونسي بيخون الأهلي عشان خاطر يجامل الأشقاء التوانسة. فسبحان الله يرد عليهم علي معلول إنه يحرز هدف ويصنع هدف. والحكاية بقى الأخيرة هي إنه في بعض الناس طلعت النهارده تقول إن المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي إنه ما كانش يصح وما كانش يليق إن هو يسيب الفريق قبل مباراة قبل النهائي يوم السبت الجاي. بسرعة أصدروا الأحكام وقرروا الإدانة. المهندس محمود طاهر كان رئيس بعثة النادي الأهلي في تونس لمباراة الترجي. وحين تقرر إن الفريق هيقعد في تونس في معسكر لحين مباراة الذهاب أمام النجم الساحلي، فعاد النهارده المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي ومعاه كابتن سمير عدلي، وهيعود الاثنين يوم الخميس، لأنه البعثة زي ما حضرتك عارف بتحتاج فلوس علشان تمد المعسكر. فالمهندس محمود طاهر لا هرب ولا رجع عشان الانتخابات ولا تهرب من مسؤوليته أو من واجباته. المهندس محمود طاهر جه وراجع يوم الخميس تونس إن شاء الله. والصراحة دكتور ياسر شيء يحسب لمجلس إدارة النادي الأهلي، قرار التواجد
مع بعثة الفريق، خاصة في مرحلة صعبة جدا، لقاء نتيجة لقاء الذهاب لم تكن إيجابية بالشكل المطلوب، ولكن قرار رئاسته للبعثة وقرار جريء بصراحة أضاف إلى الفريق الكثير من الطمأنينة، الكثير من الدعم، وده اللي شفناه خلال مجريات الأمور داخل المباراة حتى بعد التأخر بهدف. واعتقد ان كان في محاضره تاريخيه للكابتن حسام البدري بين الشوطين عشان النادي الاهلي يؤدي بهذا الشكل ويطلع بهذه النتيجه بالفوز بهدفين مقابل هدف. انا سمعت حضرتك كنت بتتكلم على المران الاخير للنادي الاهلي قبل السفر الى تونس. نعم. وانا كنت حاضر هذا المران وبشكر عليه اداره النادي الاهلي اللي فتحت ابواب النادي لجماهير النادي الاهلي. انا كنت يعني سعيد جدا باثنين. سعيد بكابتن حسام البدري اللي جمهور النادي الاهلي قبل ما يبدا المران قعد ينادي عليه ويحسب له، والحاجه الثانيه لما نادوا على كابتن شريف وغنوا له وشجعوه، واعتقد انه هذا كان له دور مهم جدا في ثقه كابتن حسام البدري في قدراته وقدرات لاعبيه وفي حلم الفوز بالبطوله. وهم كمان هذا الجمهور العظيم هو اللي استعاد لينا شريف اكرامي، هو اللي رجع لنا شريف اكرامي، لانه كان هجوم عنيف جدا وقاسي جدا واتهامات ظالمه واتهامات جارحه، وقدر جمهور الاهلي يحتوي شريف ويحتضنه علشان يعود شريف اكرامي مره اخرى بهذا التالق اللي احنا شفناه في تدريبات. تاكيد يا دكتور ياسر، واشكرك شكرا جزيلا والف مبروك مره ثانيه، وإن شاء الله النادي الأهلي من تألق لتألق بإذن الله يا دكتور ياسر.